وعندك انت ممكن تباتا وكذلك احمد السيار. اعتقد ما ادري لكن اعتقد هذا الثلاثي سيغادر ارضيه الميدان. هذا بهاء الليثي الى سانتي كازورلا. سانتي يلعبها الى علي ياسين. الكره التي تنقل الان مررت وصلت تحولت لا زالت بغداد منجاح يمرر الان كره جميله. الله يهز شباك ريال. لكن هنا بدأ الطرب، بدأ الفن، بدأ العجب، بدأ العجاب. هنا التسديدة، يا سلام يا سلام على هكذا كورة، على هكذا لعبة، على هكذا مرور. وبعد ذلك يسجل لدينا لمسها لكن لم ينفع ذلك مرورها إلى شباك الريان. واحد الزعيم، لا شيء الريان، لا شيء الريان. وهنا تأتي التغييرات، وهنا تأتي التغييرات بعملية الخروج بالنسبة لإسماء. هكذا هي فرحة جماهير الزعيم بهذا الهدف. وهنا حسرة كوردوفا. ورقة صفراء لأكرم لأنه يعني قال له هو ولد يعني لا يعني الأمور ليست بهذا الشكل. لكن هنا لدينا الكرة التي تلعب الآن أمامية. وصلت إلى الهيدوس إلى ثاني الأهداف. المساحات الموجودة. بغداد يا بغداد، بغداد يا بغداد، بغداد 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 بغداد. خلاص انتهت المباراة والنقاط الثلاث. وسجل بنجاح بغداد منجاح، وسجل بنجاح بغداد منجاح بهذا الشكل. وصلت والهيدوس مرر وبغداد راح. هذا بغداد هكذا فعلها وسجل بغداد. نعم بغداد يسجل لدينا في مرمى الريان وينهي مسألة النقاط الثلاث. كان لابد بأن يحدث ذلك، كان لابد من أن يأتي هذا الأمر بعد كل ما أضاع الريان في هذه المواجهة. فرحة كبيرة تعبر عن ما كان في هذه المباراة من صعوبة نعم وندية وإثارة كانت حاضرة موجودة.